السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية الوصول إلى الفشل العضلي أثناء التمرين، وما فائدة الفشل العضلي أو الآلام اللي توصل في العضلة أو الشد العالي أثناء ممارستك حق الجولات، فبالتالي ما راح تقدر ترفع الوزن وأيضا توصل إلى عدد تكرارات معينة، فبالتالي لو تبي تشيل تحس في شيء قاعد يمنعك، فبالتالي هذا الوصول إلى الفشل العضلي أو ما نسميه إنه الشخص يقول لك مثلا في حرارة أو حرقة عندي في العضلة. أول شيء طبعا عندك بالنسبة حق الفشل العضلي أثناء الوصول حق هذه المرحلة، من خلال تمرينك، من خلال تغيير روتين التمرين، ومن خلال أيضا الأوزان، خصوصا لاعبين كمال الأجسام أو مثلا لاعبين كرة القدم أو أي شخص ثاني، أي رياضة أنت تمارسها راح توصل مرحلة ما راح تقدر. حتى لاعب الجري مثلا يقولك في حرارة بعضلات الرجل، خلاص ماني قادر أركض، لازم أرتاح ولو دقيقة بس، لأن وصلت حق الفشل العضلي اللي ما راح أقدر حتى أوقف على رجلي. تلاحظ حتى ممكن رجلة تكون إن هي قاعد ترجف، فهذا الفشل العضلي. بس هذه هي أفضل مرحلة حق تطور العضلة، معناته أنت وصلت حق أكثر وأعمق تمزقات في الألياف العضلية العميقة. فبالتالي عندك أول شيء شخص يمارس الرياضة، ممكن بعض الأشخاص يقول لك أنا قاعد ألعب تمرين صدر ولكن ما قاعد أتطور. الشخص هذا متعود يلعب مثلا 10 تكرارات في 3 جولات، لعب لمدة مثلا 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر على نفس المنوال، فبالتالي يلاحظ مع يعني مع الوقت الوزن اللي قاعد يشيله والتكرارات اللي قاعد يمشي عليها ما راح تعطيك فايدة عالية، بمعنى الشد قل عنده بصورة كبيرة، قاعد يشيل الوزن وهو مرتاح. أيضا أثناء ممارسته حق التمرين ما قاعد يصير عنده الشد كبير نفس ما بالسابق، لأنه خلاص الروتين هذا الجسم تعود عليه. أنت كيفية تطوير الجسم من خلال خلاص تغيير هذا الروتين. أول شيء راح تغير روتين التكرارات، يعني إذا أنت هني إذا لعبت فترة طويلة معناته وصلت حق فترة، تعدت فترة المبتدئ، وصلت حق فترة مثلا المتوسط أو الاحتراف، فأنت هني تحتاج تغير من تمرينك، مثلا تلعب أربع جولات في مثلا 20 تكرار كجولة أولى، مثلا 15 تكرار إلى 12 تكرار إلى 8 تكرارات، يكون الوزن عالي بصورة كبيرة، ولكن من دون طبعا ما تسبب حق نفسك إصابة. راح تلاحظ في الجولة الأخيرة هذه راح توصل حق الفشل العضلي أثناء ممارستك حق التمرين، ممكن آخر 3 أو 4 تكرارات، هذه التكرارات ما راح تقدر تشيلها إلا بمساعدة أحد، بس حاول قدر المستطاع، لأن هذه هي اللي راح تفيدك بشكل كبير. قاعد توصل حق التمزقات العضلية العميقة، خصوصا في عضلات الأرجل. ليش دائما يقول لك خلي تكراراتك عالية وجولاتك كثيرة؟ لأن العضلة كبيرة، تحتاج تمرين توصل حق العمق العضلي أو الألياف العضلية العميقة اللي تستهدف التمزقات هذه، بحيث أثناء عملية الريكفري أو عملية الاستشفاء العضلي تساعده في عملية الاستشفاء الكبيرة، تساعده على زيادة ضخامة العضلات. أما مثلا عندك عضلات البايسبس أو عضلات الذراع الأمامية أو عضلات المثلثات، لا راح توصل حق الفشل العضلي بصورة سريعة بسبب حجم العضلة صغير، ما تحتاج طاقة عالية، تحتاج كل عضلة في الجسم تحتاج طاقة معينة. فأنت هنا عندك العضلات الكبيرة موجودة في الجسم، مثلا عضلات الظهر، عضلات الصدر، عضلات الرجل، هذه عضلات كبيرة وخصوصا عضلات الرجل. فأنت هنا أفضل وقت لك أو أفضل طريقة لك أنك توصل حق الفشل العضلي من خلال تمرينك وتغيير الروتين وتغيير التكرارات وزيادة التكرارات من خلال هذه الأمور. وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة، أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع سير المقاومة الموجود معنا في هذه الحلقة. راح يساعدني سير المقاومة على استهداف أكثر من عضلة، سواء مثلا عضلة البايسبس أو عضلة الأكتاف أو الرجل. هذا السير طبعا من الأجهزة اللي هي تستهدف جميع عضلات الجسم، ومن خلال سماكة السير كل ما زادت السماكة كل ما زادت قوة السير. أول شيء طبعا التمرين الأول راح يكون كالتالي، اللي هو عبارة عن تمرين لنجز زائد تمرين حق عضلة الأكتاف زائد استهداف عضلات الخواصر. يعني شوف ثلاث عضلات راح استهدفها في تمرين واحد. أول شيء راح أثبت السير بهذه الطريقة أسفل الرجل، أحرك، لاحظ، واحد، اثنين، ثلاث، أربع. طبعا بهذه الطريقة نزلت على الرجل، صار عندي شد في عضلة الرجل، رفعت الذراعين إلى الأعلى، صار عندي شد في عضلات الأكتاف. أيضا الالتفاف بهذه الطريقة استهدفت هذه المنطقة من منطقة الجسم. لاحظ استهدفت ثلاث عضلات في وقت واحد. زين، اخذ الجهة الثانية، اثبت ايضا سير المقاومة بهذه الطريقة، انزل، واحد، اثنين، ثلاث. هذا التمرين الاول لكل جهة 10 تكرارات في 3 جولات. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني راح أثبت سير المقاومة بهذه الطريقة تحت رجلي، أسحب السير بهذه الطريقة، أثبت الذراعين. طبعا أثناء ثبات الذراعين لاحظ عضلة الباي راح تكون شادة معي، والنزول، واحد، اثنين، ثلاث، واكون ثابت في الذراعين، بمعنى ما راح انزل بهذه الطريقه، لا، ثابت، الايد شاده معاي، واحد، اثنين، ثلاث. هذا التمرين الثاني استهدفت فيه عضله القدمين وكذلك عضله الباي. التمرين الثالث راح يكون كالتالي، راح أثبت سير المقاومة بهذه الطريقة وأستهدف عضلة الترايسبس أو عضلة الذراع الخارجية، واحد، اثنين، ثلاث. أخذ الجهة الثانية أيضا، واحد، اثنين، ثلاث. 10 تكرارات لكل جهة منهم في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح استهدف عضلة الظهر، أثبت السير المقاومة بهذه الطريقة، أسحب، واحد، اثنين، ثلاث، أربع. لاحظ هذه المنطقة اللي قاعد تشد معاي من منطقة الظهر، واحد، اثنين، ثلاث. عدد التكرارات 10 تكرارات في 3 جولات. وبهذه التمارين أكون استهدفت أكثر من عضلة، وأتمنى أنكم استفدتوا من هذه الحلقة. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.